ونبتدي من دكتور رامي أمين. علاقة اضطرابات الدماغ والحبل الشوكي والأعصاب بالاضطرابات العصبية زي الصداع وألم الظهر، وإزاي نفرق إن ده عصب، عضلات، يعني عظم، احنا بيختلط علينا، احنا بنقول عظمنا وخلاص، يعني ما بنعرفش نفرق بين الـ3 حاجات. هنمسك الصداع الأول. في 5 أسباب للصداع ما لهمش سادس. صداع سببه ارتفاع في ضغط الدم، صداع سببه مشاكل في العيون، صداع سببه مشاكل في الجيوب الأنفية، صداع سببه مشاكل في المخ. إذا استبعدنا الـ4 دول بأدلة، يتبقى السبب الخامس والأخير اللي هو صداع التوتر النفسي والعصبي اللي هو التنشن هيدك. إذا أي حد عنده صداع بطريقة متكررة أو مستمرة لابد انه هيتقاس له الضغط، لابد هيروح لدكتور عيون هيشوف له قوة الإبصار، قاع العين، ضغط العين، مجال الإبصار، لابد هيعمل أشعة. الأشعة دي هتبين لي المخ والأوعية الدموية بتاعة المخ والجيوب الأنفية والودان وإلى آخره. لو الباترن أو نوع الصداع بيجي في نوبات تروح وتيجي، أو صداع بيجي نصفي، أحيانا بيبقى معاه تغيرات في الكهرباء بتاعة المخ ما بين الفصين، فبنحتاج ساعتها يعني إن احنا نعمل رسم مخ. ورسم المخ ده هو الحاجة الوحيدة اللي لو عملناها في الحالة دي لازم يبقى ليه إعداد، يعني لازم يبقى المريض مش هيروح يعمل رسم المخ العادي اللي هو نص ساعة. زي كده زملائنا بتوع القلب ما بيعملوا رسم قلب، وبيعملوا رسم قلب المجهود بيبين اكتر، بنعمل رسم مخ بعد حرمان من النوم. يعني بيكون البيشنت او اللي عنده صداع طول الليل سهران يروح يعمل رسم المخ لمدة ساعتين وهو مش نايم، اذا في اي تغير في الكهرباء لازم هيبان. طب لو الـ4 دول طلعوا سلام، يبقى انا السبب الخامس اللي هو تنشن هيدك، يبقى لازم هندي حاجة للتنشن بشرط انها ما تكونش مهدئات ولا مخدرات ولا حاجة جدول نتعود عليها. القصة التانية بقى اللي حضرتك سألتي عليها اللي هي بتاعت الآلام، في يعني باترن، يعني انا عندي آلام بتيجي بصحى الصبح، انا صحيت الصبح اول 10 دقايق ولسه في السرير وعندي ألم، ده نوع ألم مختلف عن ان انا بيبقى عندي ألم اما ابتدي استعمل ايديا او استعمل رجليا في مجهود، او انه بيبقى الم ومعاه تنميل. دي قصص بقى بتحتاج فحوصات، وبتحتاج هل ده مثلا هشاشه لو السن الكبير، هل ده التهاب في الاعصاب، هل ده مرض من الامراض المناعيه الى اخره. ايه اللي يفصل؟ الكشف الاكلينيكي والفحوصات اللي هتتعمل. والفحوصات. طيب دكتور عمال